لم يعد بالإمكان رسم حدود للمعارك في سوريا، فالنظام في حرب مع مقاتلي المعارضة الذين يتهمهم بالإرهاب، وداعش في حرب أيضا مع مقاتلي المعارضة الذين تتهمهم بالكفر. من جهتها المعارضة المسلحة في حرب مع جبهتي النظام وداعش، فضلا عن الشرخ الحاصل بين كتائبها. وفي تطورات المعارك الأخيرة وتحديدا في القلمون، تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي المدعوم بعناصر من حزب الله والمعارضين المسلحين، فيما تدك يبرود بالصواريخ. وقد نشرت هذه المشاهد التي قيل إنها لعناصر الجيش السوري أثناء قصف شمال القلمون. في الشأن الكيماوي، أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم خلال لقائه المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لإزالة الأسلحة الكيماوية في سوريا سيجريت كيك التزام سوريا بتعهداتها وعدم تسييس عملية إزالة الكيماوي. وفي جولة جديدة من الكباش الدولي، اتهم وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الرئيس السوري بشار الأسد بأنه أول ديكتاتور يستخدم الكيماوي لقمع الحريات، مشيرا إلى أن النظام السوري انتهك حقوق الإنسان على نحو صارخ. سليمان يجدد التأكيد أن إعلان بعبدة أقر بموافقة كل الأطراف.